ربما يصعب التمييز بين هاتين الورقتين النقديتين لمعرفة من هي المزورة فيهما. هذا ما يواجهه يوميا أصحاب شركات الصيرفة وكذلك المواطنون في البصرة عقب انتشار أعداد مزيفة منها في الأسواق المحلية وتحديدا من فئة 10,000 دينار. أما مصادر تسرب هذه الأموال فيتهم التجار إيران بضلوعها وراء عملية تزوير العملة وتهريبها إلى العراق. العملات المزورة تقريبا فئة 10,000 هي أكثر العملات المزورة حاليا، يعني 25 أكو موجودة بس قليلة، بس فئة 10 المشكلة يعني هواي موجود من عندها بالسوق. شلون نكتشف هاي الفئة؟ هاي تصير يعني تقريبا نفس الورقة العادية، مو ورقة يعني خشنة الملبس اللي هي الأصلية، تصير ورقة كأنه ورقة عادية، هاي البيبر العادي مال الاي 4. العملة الفئة المزورة الأكثر شيء 10,000، ويعني خاصة هاي الفترة الأخيرة تجي يعني من المنتج من الزبائن. زي مثلا يجيب لك مبلغ مثل مال شده وشدتين 10,000 تطلع بيه فده 300 توصل 100 توصل قله اكثر تسوي يجيني عن طريق ايران. واستعان بعض اصحاب شركات الصيرفه بتقنيات متطوره للكشف عن العملات النقديه المزوره، فيما يقع المواطنون فريسه سهله امام مروجي العمله المزيفه لعدم امتلاكهم الخبره الكافيه للتعرف عليها. هذا وقد ظهرت طبعة مزورة بالفترة الأخيرة لفئة 10,000 دينار تشابه إلى حد كبير الفئة الأصلية التي يجري تداولها حاليا. الفرق اللي بين العشرة الأصلية والعشرة المزورة، أنت هسه إذا شوفها شوفوا نفس الشيء، ماكو أي اختلاف. فرق العشرة الأصلية الختم هذا اللي يصير بالنص، الكتابة اللي هي 10,000 اللي هاي اللي هسه الفئة الأصلية، الختم هذا يصير الطباعة شلون الختم الحراري محفورة حفر. هنا بالمزورة لا، من تلمسها يعني ورقة عادية. مصادر أمنية رفضت الإعلان عن اسمها أبلغت الحرة أن العملة العراقية المزورة تأتي من إيران عبر ناحية العزير في محافظة ميسان، ومن ثم يبدأ ضخها إلى داخل الأسواق عن طريق بعض عصابات تهريب العملة. من جهتها فقد أشارت حكومة البصرة إلى أنها تولي عملية إغلاق الأسواق بالعملة المزيفة اهتماما كبيرا، مؤكدة اعتقال 5 عصابات لترويج العملة المزورة. الأجهزة العاملة ضمن الاختصاصية في هذا المجال استطاعت أن تلقي القبض على بحدود 5 عصابات خلال الشهرين المضت. العصابات كانت يعني إحدى العصابات كان عندها 100 مليون دينار عراقي و 50,000 دولار، كانت الفئة 100 دولار والعراقي فئة 25,000 دينار. استمرار تدفق العملة المزورة قد يفقد العراقيون الثقة بفئاتهم النقدية الوطنية، لذا يحتاج الأمر إلى مراقبة حكومية صارمة ليس لضبط الأموال فقط وإنما لإيقاف تهريبها أيضا. ويرى اقتصاديون أن عدم الحد من وجود العملة المزورة في الأسواق فإن الاقتصاد العراقي سيتعرض إلى خسائر فادحة. من محافظة البصرة سعد قصي، الحرة.